افتتح رئيس مجلس أمناء مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري الشاعر عبد العزيز سعود البابطين المعهد العربي الأوروبي لحوار الثقافات في مقر جامعة روما الثالثة وسط حضور دولي وأوروبي وإيطالي وعربي بارز. وأوضح البابطين في كلمة له خلال حفل الافتتاح دور المعهد ومهامه في ترسيخ مفهوم الحوار وسلوكياته في المجتمعات الأوروبية والعربية وبين مختلف الثقافات والحضارات والأديان كمنهج للتعامل مع مختلف القضايا ونشر ثقافة الحوار والتسامح والوسطية. وأعرب عن سعادته البالغة بحضوره من الكويت بلاد العرب إلى روما سليلة حضارة إنسانية عظيمة للاحتفال بافتتاح المعهد، كما أعرب عن أمله في أن يكون المعهد جسراً للتفاهم والتواصل بين عالمين مختلفين ومتقاربين ثقافياً في آن واحد. ورأى البابطين أن تأسيس هذا المعهد يعد مثالاً بارزاً على تبني قضية الحوار الثقافي باعتبارها ضرورة قصوى تقتضي تركيز الجهود المشتركة على تغيير البنية الثقافية في الشرق والغرب. وأشاد رئيس جامعة روما الثالثة البروفيسور فابيانو غويدي في كلمته بمكانة البابطين ودوره الواسع والملموس في إذكاء ثقافة التلاقي الإنساني، وأكد أهمية هذه المبادرة بالنسبة لمستقبل أوروبا والعالم العربي، ولا سيما أنهما مترابطان بقوة بآفاق تطلعاتهما المشتركة للسلام والرخاء والعدل والتضامن في ظل مركزية الإنسان، منوها بمكانة الشاعر والمفكر العربي عبد العزيز سعود البابطين ودوره الواسع والملموس في إذكاء ثقافة التلاقي الإنساني. وتطرق إلى إسهامات الحضارة العربية في نهضة أوروبا في مجالات الفنون والعمارة والعلوم والفلسفة التي تشكل حافزاً مشتركاً، مؤكداً الحاجة لإحياء روح الحوار ليكون أرضية خصبة للتعاون بين الشعوب، والذي يمثل حاجة ملحة اليوم أمام التحديات الكبيرة التي تفرضها العولمة ومخاطر اندلاع الصراعات. وعبر عن تطلعه أن يصبح المعهد الذي تستضيفه جامعته جسراً للفهم والاتصال بين عالمين مختلفين ومتشابهين في الوقت ذاته. كنت في البداية أن أعبر عن بالي لتقديري للسيد عبد العزيز البابطين رئيس مؤسسة البابطين لحوار الحضارات للجهود القيمة التي من فك يبذلها للنهوض بالتفاهم والحوار بين شعوب المنطقتين العربية والأوروبية ومساهمته الفعالة في إنشاء المعهد الأوروبي العربي لحوار الثقافات استكمالاً لمشاريع مؤسسة البابطين الثقافية الرائدة والرامية إلى نشر ثقافة الحوار وخدمة السلم العالمي من خلال السعي عبر هذا المعهد إلى ترسيخ مفهوم الحوار وسلوكياته في المجتمعات الأوروبية والعربية وكذلك بين مختلف الثقافات والحضارات والأديان، ليصبح أسلوباً في الحياة ومنهجاً للتعامل مع مختلف القضايا عبر تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني بما يحقق نشر ثقافة الحوار والتسامح والوسطية. سيد الرئيس، سيداتي، سادتي، إن الأوضاع المتغيرة التي تعرفها المنطقة العربية التي تعيش حراكاً ثورياً وفترة تحول انتقالي ديمقراطي دقيق، وتونس في قلب هذه التحولات، إن هذه الأوضاع هزت النسق الثقافي القار الذي كان يميل لتكريس ما هو مألوف وتركيز آليات التسلط واتهام المخالفين والمعارضين والثائرين بالغوغائية والفساد وخنق كل نفس للتعبير الحر وتهميش كل إرادة للإبداع حتى تضمن السلطة القائمة سيطرتها على المجتمع باستعمال كل وسائل الخداع والتزييف وتلميع صورة النظام
عبر مختلف طرق التضليل والاحتواء وشراء الذمم واعتماد كل اساليب القمع والعنف في طور اخر من اجل اجهاض هذا الحراك. لكن نسق ثقافة الجديد الذي شكل اتجاهات الديمقراطية والحرية والكرامة كشف ذلك النسق القديم الذي تركز مع سنوات الاستبداد الطويلة وهزه من أسسه وأحدث به انشقاقات عميقة عبر صراع النارير وجعل تسلطه ينتهي في عمق الثقافة قبل أن ينتهي إلى إفراز أنظمة وقيادات جديدة. فلو لم تكن الحرية والكرامة قيما ثقافية متأصلة لما وجدت استجابة لها لدى الجماهير الغفيرة تلك التي تحركت استجابة للنداء باتجاه الحلم الذي تهيأ لها بفعل الثقافة وعمق التجربة النضالية. ولا شك أن هذه التجربة أصلت لثقافة الحرية وغرست فكرة المواطنة لأجيال من التونسيين والنخب العربية على مختلف تياراتهم السياسية والحقوقية والنقابية في سبيل بناء دولة ديمقراطية تصان فيها الحقوق والحريات وتكون الرؤية فيها للقانون ويكون فيها المجال مفتوحا لحرية الفكر والتعبير والإبداع ورؤية ينجزها الشعب. إنها قوة الكلمات تخترق آفاق وتؤسس لواقع جديد. كذلك هو الفعل الثقافي عمل في القاع وفي العمق لا يلبث أن يغير كل شيء على السطح عبر التراكم ومع الزمن، وهو عمل ينجز على مدى طويل ويحتاج كثيرا من الحكمة والإصرار والصبر. قد مثلت الثورة التونسية حدثا تاريخيا فارقا ونقطة تحول أساسية ليس في تاريخ تونس فحسب بل في تاريخ المنطقة العربية كلها وفاتحة تحولات سياسية واجتماعية كبرى في التاريخ السياسي والثقافي للمنطقة بأسرها. ومن المؤكد أن هذا الحراك الثوري الكبير لم يكن وليد حالات طارئة وإنما استجابة لغليان احتقنت به النفوس حين وعد أن لحظة الزيف والطغيان لا بد أن تنتهي. إنها لحظة فاصلة تعلن عن نهاية ثقافة الخوف والاستبداد والقهر. فلقد انتهى عهد صدارة الأفكار والاستبداد بالرأي وممارسة الفساد والوصال على الشعوب وعنف الدولة المتسلطة. ولقد بدأت الأفكار الجديدة تأخذ طريقها نحو التحقق وبدأت دورة جديدة للتاريخ. إن الاختلافات القائمة بين الحضارات يجب أن تكون عامل تقارب ومزيد من التعارف بين الأمم والشعوب، وهو مشروع يستدعي تعبئة جميع الطاقات تضطر فيه التربية والتعليم والثقافة بدور أساسي لإشاعة ثقافة التسامح والتضامن والإيمان بالمنزلة البشرية المشتركة. فتعزيز التنوع الثقافي يوفر الأسباب لتقوية وشائج التعاون الدولي من خلال الحوار والتقارب بين الثقافات الذي ينتهي إلى التحالف بين الحضارات من أجل بناء مستقبل آمن ومزدهر للإنسانية التي تتخبط اليوم في متاهات عالم غير آمن وغير عادل. أيها السيدات والسادة، إن عالم اليوم أصحى بشكل متسارع أشد ترابطا وأقوى تواصلا حتى أن الحدود التقليدية تكاد تصبح غير ذات معنى وكأننا نسير نحو عالم واحد. لكن من أوكد واجباتنا في هذا الصدد العمل بكل جد على تصور نظام قيمي عالمي لا يقوم وفق ثقافة واحدة تملي مرجعياتها على الجميع وتكرس نمطية من شأنها أن تغيب التعدد والتنوع، بل تنصهر في بوتقة مختلف الثقافات حتى تسهم في بلورته كل الشعوب. وأنه من الشروط الواجب توفرها لقيام حوار حقيقي بين الشعوب
في زمن العولمة هو الشرط الثقافي والاجتماعي الذي يحمي الخصوصيات الحضارية من الذوبان في الحضارة الاستهلاكية المعولمة. فالتعبدية ليست آلية حوار وحل صراعات فحسب، بل هي فكر وثقافة يمكنها أن تحتوي بقية الثقافات بدل أن تلغيها. إن مسألة الحوار بين الحضارات ليست قضية الدول فحسب، وإنما تعني كذلك المجتمع المدني والشباب والنخب وأهل الثقافة والإعلام، وبالتحالف بين الإعلام والمثقفين وبحيوية العمل الجمعيات داخل المجتمع المدني وبحركية طاقاته الشابة، فإنه بإمكاننا أن نتخلص من الواقع الحالي المؤسف الذي تؤججه المقولات الداعية لصراع الحضارات، ونساهم في ترجيح كفة الحوار بين الثقافات والتعايش بين الأديان. إن ما يجمعنا أكثر بكثير مما يفرقنا. أيها السيدات والسادة، يبقى بالطبع دور السياسيين دورا محوريا في مجال إحلال السلم والحوار والتضامن، دعما لمجهود النخب والمفكرين، ولا بديل عن الوعي الفاعل بتزايد اتساع الهوة بين الدول المتقدمة والدول النامية، وبما تقتضيه معالجتها من ضرورة العمل من أجل إرساء عولمة تقوم على قيم إنسانية تنحو نحو التضامن والتكافل. إن الوضعية الصعبة التي تعيشها الدول النامية لا تخلو من تأثير في سائر دول العالم، فغياب التنمية في هذه الدول عامل أزمات متنوعة يهيئ الأرضية للتطرف والانغلاق، ويحرم الإنسانية من إمكانيات هامة لخلق حركية اقتصادية وثقافية تمثل مصدر إثراء للجميع. إن الحوار بين الثقافات والحضارات والتضامن الدولي يجب أن يزيد في تعميق الشعور بالمسؤولية إزاء الشعوب المقهورة والمستعمرة، مثل الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض يوميا إلى أبشع ممارسات الانتهاك لحقوقه وحرمته على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، وهي مسؤولية مشتركة يتحملها العالم إزاء العديد من الشعوب الفقيرة والمحرومة من أبسط مقومات الحرية والعيش الكريم. ولا بد أن يعمل المجتمع الدولي وكل القوى المحبة للسلام على تسوية الصراعات بشكل سلمي، وذلك بالتوقي من وقوعها ومعالجة أسبابها، ومنها التفاوت المشحف بين أغنياء العالم وفقرائه، وانسداد الآفاق أمام الشباب. إن إيجاد الحلول يتطلب رؤية شمولية ومتكافئة لمصالح شعوبنا بما يستجيب لطموحاتنا ورغبتنا في التعاون الاقتصادي والتواصل الاجتماعي والتبادل الثقافي، حتى نضمن تكافؤ الفرص أمام الشعوب في المنطقتين العربية والأوروبية، وحتى نضفي على هذا المشروع المشترك صبغة إنسانية. ولا بد أن نعمل جميعا وفي صلب الأسرة الدولية على تفعيل ما ورد بالإعلان العالمي للحق في التنمية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 86. ولا يفوتني في هذا الإطار الدعوة إلى إيجاد حلول واقعية لظاهرة الهجرة، وضبط قواعد تراعي مصالح الجميع، وفي إطار مقاربة توافقية ووفقا لآليات جديدة ورؤية تعتبر الهجرة عامل إثراء ثقافي واندماج حضاري يدعم جسور التعاون والتفاهم بين المنطقتين. فمن أكبر المفارقات أن نؤسس لمنطقة تبادل حر بين الضفتين الجنوبية والشمالية للمتوسط، تقوم على فتح الحدود أمام السلع والبضائع ورؤوس الأموال
بينما تغلق ذات الحدود أمام حرية تنقل الأشخاص في هذا العصر الذي نسميه عصر التواصل والاندماج. إن في افتتاحنا اليوم للمعهد الأوروبي العربي لحوار الثقافات والحضور القوي والفعال لهذا الجمع المتميز، ما يجسم الوعي المتزايد لدى رجال الفكر والثقافة والسياسة وسائر المخاطب في العالم بأن التحديات القائمة في وجه البشرية قاتمة تقتضي المراهنة على الحوار بين الثقافات سبيلاً إلى تحقيق التضامن الدولي في تلازم جدلي يفتح أمام الإنسانية جمعاء أبواب التفاؤل والأمل والغد الأفضل، ومن أوكد الأسس التي يجب أن يبني عليها هذا المشروع الحضاري الإنساني الكبير الاحترام المتبادل بين الثقافات والحضارات والاعتراف بتنوعها، وبأن الحضارة الكونية ما هي إلا محصلة تكليفية بديعة لمختلف الثقافات والحضارات. والمجلس الوطني التأسيسي في تونس اليوم وهو يكتب دستورها الجديد ملتزم بترسيخ هذه القيم والمبادئ العليا، قيم الحرية والتسامح والمساواة والحوار وحرية الفكر والتعبير والإبداع. وأعرب النائب الأول لرئيس البرلمان الأوروبي جاني باتيلا عن شكره للشاعر عبد العزيز سعود البابطين الذي أراد بقوة إقامة هذا المعهد لكونه يحمل رسالة سلام وحوار وثقافة في كافة أرجاء العالم. وأشار باتيلا إلى أن النهوض بالتعاون المتوسطي والأوروبي العربي لا يمكن أن يقع فقط على كاهل الحكومات والبرلمانات على الرغم من دورهما الطبيعي، بل يمر بالضرورة عن طريق المجتمع المدني بمؤسساته ومثقفيه وجامعاته ومبادراته. وشدد على دور الثقافة والجامعات والبحث العلمي والتعليم والتأهيل في بناء الحوار والتعاون الأوروبي العربي، وهو ما يجعل للمعهد العربي الأوروبي لحوار الثقافات الوليد دوراً بالغ الأهمية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين. الأخ الكريم السيد مصطفى جعفر رئيس المجلس التأسيسي التونسي، والسيد الدكتور جويدو فابيان رئيس الجامعة، والسيد محمد العزيز بن عاشور المدير العام للإسقى، الأخ سعادة سفير دولة الكويت، والإخوة الأكارم سفراء الدول الشقيقة والصديقة. وكانت إرادتنا المشتركة أن لا يكون هذا الاختلاف حاجزاً بين أوروبا وما يتجانس معها من العالم الجديد من جهة، والوطن العربي وما يتلاحم معه من العالم الإسلامي من جهة أخرى. لقد شهدت أرض العرب بزوغ الديانات السماوية الثلاث التي كان عنوانها الأبرز إله واحد وإنسانية واحدة، كانت دعوات إلهية ليرتقي البشر من الآني والزائل إلى الخالد والدائم، من المدنس إلى المقدس. ولكن هذه الدعوات التي جاءت لتمد جنة السماء إلى الأرض حولت تجار الديانات كلماتها المضيئة إلى سيوف وألغام ومدافع، ومد شياطين البشر جحيم السماء إلى الأرض، فاشتعلت الأرض بسلسلة من الحروب والحروب المضادة، وأصبح المشهد البشري يؤرخ بالحروب والمجازر بدل أن يؤرخ بالإبداع والإنجاز الحضاري. وإذ تستفيق البشرية بعد قرون مديدة من كابوسها المرعب الذي خلف وراءه حروبا متبادلة عقيمة وأحقادا لم تثمر إلا أشواكا وحنظلا، تعود البشرية إلى وعيها الغائب لتدرك أن الاختلاف في اللون واللغة والعرق والدين والثقافة نعمة لا نقمة،
وأن هذا التنوع ضرورة لا بد منها لاستمرار الحياة بثرائها الكامل وبانفتاحها على نمو وازدهار اللامحدود. أجيء إليكم أحمل في قلبي أملا أخضر لازمني منذ أوائل شبابي أن علي واجبا لا يمكن التخلي عنه تجاه وطني وأمتي والإنسانية، وتجسد هذا الواجب وتجسد هذا الواجب في أن أعمل بكل طاقتي لأزيد في مساحة التفاهم والتعاون بين البشر كافة. ومن أجل تحقيق هذا الهدف في المجال الإسلامي تأسست جائزة عبد العزيز سعود الباطين لأحفاد البخاري، وهي جائزة سنوية ثقافية قيمتها 100,000 دولار وغايتها ترميم سنويا وغايتها ترميم الجسور الثقافي بين الأمة العربية والدول الإسلامية المستقلة حديثا عن الاتحاد السوفيتي في آسيا الوسطى. وقمت قبل ذلك في عام 1974 بتأسيس بعثة سعود الباطن الكويتي للدراسات العليا، وتقدم هذه البعثة 100 منحة سنويا لطلاب من جمهوريات آسيا الوسطى للدراسة بجامعات مرموقة في شتى أنحاء العالم، وكذلك 10 منح سنويا للطلبة العراقيين و50 منحة سنوية لطلبة أفريقيين. وتتكفل هذه البعثة بجميع نفقات السكن والتعليم والسفر والأكل واللباس والعلاج والمصاريف الدراسية، وكذلك من أبناء وبنات من فلسطين 50 سنوي. ولقد وصل عدد الطلبة والخريجين حتى الآن إلى 1000 طلبة. وفي المجال الوطني واحتفالا بمناسبة اختيار مدينة الكويت عاصمة الثقافة العربية عام 2001، قمنا بتأسيس مكتبة الباطين المركزية للشعب العربي في الكويت، وهي أول مكتبة في العالم متخصصة بالشعر العربي، وكان الهدف من إنشائها الحفاظ على التراث الشعري العربي بمختلف صوره، ولتكون واحة للإبداع الشعري والتفاعل بين مختلف الشعراء والنقاد في الوطن العربي. وتحتوي المكتبة على حوالي 340,000 مجلد بين كتاب ودورية ورسالة جامعة ورسالة جامعية، كما تتضمن قرابة 14,000 مخطوط. وفي المجال العربي قمنا في عام 1989 بإنشاء مؤسسة جائزة عبد العزيز الباطن للإبداع الشعري، وأصبحت هذه المؤسسة بدوراتها العديدة المتعاقبة وبملتقياتها الشعرية وبما تضمنته من ندوات أدبية وجوائز للشعراء والنقاد وبإصداراتها التي تجاوزت 250 إصدار، وبمدعويها الذين قاربوا 8,000 مدعو من جميع أنحاء العالم، ظاهرة بارزة في المشهد الثقافي العربي. ولم تقتصر فعاليات المؤسسة على النطاق العربي، بل تجاوزته منذ عام 2004 إلى النطاق الأوروبي، حيث عقدت دورتها 9 في مدينة قرطبة تحت اسم الشاعر بن زيدون، وأضافت إلى ندوة أدبية ندوة للحوار الحضاري والتعايش بين الأديان، شارك فيها عدد من المثقفين العرب والأوروبيين. وتكرر هذا الحضور للمؤسسة في النطاق الأوروبي في الدورة 10 التي عقدت في باريس عام 2006 بالمشاركة مع منظمة اليونسكو، وفي الدورة 12 التي عقدت في مدينة سراييفو عام 2010، وعمقت المؤسسة اهتمامها بالحوار بين الشرق العربي والغرب بتأسيس مركز عبد العزيز سعود الباطن لحوار الحضارات مع جامعة قرطبة في عام 2005، ويقوم المركز بالتعاون مع الجامعات الغربية بتنظيم الدورات التدريبية في مجال تعليم اللغة العربية والإرشاد السياحي. وقد أشرف المركز على تنظيم دورات للمرشدين السياحيين الإسبان بالتعاون مع جامعة قرطبة وجامعة ملقا وجامعة غرناطة وجامعة شبيلية، كما أنشأت المؤسسة عددا من الكراسي للدراسات العربية في كل من جامعة قرطبة وجامعة غرناطة وجامعة ملقا وإشبيلية، وأسهمت هذه الكراسي بتنظيم دورات لتعليم اللغة العربية تخرج فيها 1,000 من الدارسين. كما أعلنت المؤسسة عن جائزة عبد العزيز الباطين العالمية للدراسات التاريخية والثقافية في الأندلس، والتي تختص بدور القراء الأندلسية في صنع الحضارة الأندلسية. وها نحن نتجه الآن إلى الولايات المتحدة الأمريكية في دورتنا القادمة، دورة جبران خليل جبران، التي ستقام في شهر أكتوبر سنة 2013. جبران الذي حرص في فلسفته على تأكيد التعايش بين الأديان، والتي ستقيمها المؤسسة بالتعاون مع جامعة ميشيغان المشهورة
بآن أربر خلال شهر أكتوبر سنة 2013. هذا غيث من فين من الفعاليات الثقافية التي أطلقناها في مختلف الفضاءات الوطنية والعربية والإسلامية والغربية، وكان هدفنا الأول هو تغيير البنية الثقافية وتحويل وجهتها من الدوران حول الذات والنظر إلى الآخر نظرة احتقار وعداء إلى بنية تؤمن بالطبيعة الإنسانية الواحدة للبشر، وبأن الله جعل البشرية شعوبا وقبائل ليتعارفوا كما بين ذلك قرآننا الكريم. فالرغبة في التعارف هي التي تؤدي إلى تكوين صورة حقيقية عن الآخر بعيدا عن التحيزات والتشويهات النمطية المغرضة، وهذه الصورة الواقعية هي الأرضية الثابتة التي تبني عليها المؤسسة مشاريع التعاون لفائدة البشرية جمعاء. وإذ نحتفل بتأسيس المعهد العربي الأوروبي لحوار الثقافات كمثال بارز على تبني قضية الحوار الثقافي باعتبارها ضرورة قصوى، وأن تنقل هذه القضية من المستوى الفردي إلى مستوى المؤسسات، فإن من واجبنا وقد التقينا على هدف مشترك أن نركز جهودنا على تغيير البنية الثقافية في الشرق والغرب، تلك البنية التي تضرب بجذورها في وجدان الأفراد. وإذا كان أحد الكتاب قد صرح بعبارة مشهورة تدل على التحيز والانغلاق فقال الشرق شرق والغرب غرب ولم يلتقيا، فإننا نقول لمن ما زال يؤمن بهذه المقولة وبكل أدب الحوار الشرق شرق والغرب غرب وهما يلتقيان دائما. في الختام أود أن أشكر السادة جاني بيتالا نائب رئيس البرلمان الأوروبي وأستاذنا الكريم رئيس المجلس الوطني التونسي والأخ الدكتور جوهان العبدولي الوزير المكلف بالشؤون الأوروبية والويجي موشي رئيس مركز التييرو، فنحن فكرنا سويا في تأسيس هذا المعهد من أجل غد أفضل لأجيالنا. ولا يفوتني أن أشكر جامعة روما الثالثة ورئيسها الذي قبل استضافة المعهد في بنائها الفاخر ومنحنا المكاتب والقاعات اللازمة لنشاطه، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سعيد جدا بهذا اليوم التاريخي الذي بدأ الشرق والغرب يتعاون مع بعض لهدف واحد هو خير البشرية، هو الابتعاد عن الحروب والتقتيل والقتل والسلام والاتجاه نحو السلام والمحبة. أحس بفخر كبير لأن منفذ كل ما يرغب به الكويتيون من محبة وسلام للعالم وللبشرية جمعا. في هذا اليوم الحقيقة نتعاون مع جهتين منظمتين عالميتين، نتعاون معهم من أجل أن نرسخ السلام ونبتعد عن الحروب. أعتقد خطوة رائعة من مؤسسة جائزة عبد العزيز الباطن للداعي الشعري للتقدم نحو أهدافها التي ترنو إليها. طبعا في دولة الكويت تهتم حكومة الكويت دائما بالتعايش بين الديان، وأيضا تهتم جدا بالوسطية الدينية ونبذ العنف ونبذ الطائفية، ونحن نسير على هذا المنوال وهذه الخطى. شكرا. نسعى دائما لهدف رئيسي وهو إبراز دور الكويت والأمة العربية في التأثير على أولئك الذين صنعوا ثقافة الحروب وثقافة الاقتتال. احنا بإمكاناتنا المتواضعة استطعنا والحمد لله أن نقطع شوط كبير في مسيرتنا منذ أن كنا متقوقعين على الاحتفال داخل الوطن العربي. بدأنا منذ سنة 2002 أن نخرج إلى العالم الخارجي، وبدأنا بدورة ابن زيدون التي أقمناها سنة 2004،
واكتشفنا بأن الغرب استمع إلى هذه إلى أصواتنا وجاءتنا الدعوات من كل جانب. الآن نخطو خطوة يعني متقدمة إلى فعل إلى الفعل داخل الجهاز الأوروبي، واتفقنا مع مؤسستين عملاقتين كبيرتين في العمل على حوار الحضارات والتعايش بين الأديان. وأعتقد من خلال هاتين المنظمتين سننجح نجاح طيب، مردودة طبعا لسمعة الكويت ولسمعة الأمة العربية وكذلك لسمعة الخليج. أتمنى للجميع التقدم والصحة وشكرا.